طيب معانا اتصال تاني، ام هدى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا شفت منام من حوالي اكتر من شهرين ان انا واقفه بره قدام المحل بتاعي، وببص في السماء لقيت في ناس يعني لابسه ابيض صبيط، انا ما اعرفش اذا كان ملائكه ولا ناس مش عارفه، بس هم لابسين ابيض صبيط وعمالين يقولوا لبيك اللهم لبيك، وانا من تحت بقول الله اكبر الله. لبيك اللهم لبيك الله. وتعالي الله. بس وصحيت من النوم على كده. الله 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 الله. انت 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 ليكي طلب وامنيه ودعاء دلوقتي بتدعيه وعايز يتحقق؟ ايوه يلا ابشري. انا بقالي يلا ابشري. بقالي سنتين في كرب. في كرب، فك الله عنك كربك ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله بعد ما نعبر لك المنام ويقع ان شاء الله ويسقط ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيحققه لك قريب، وان شاء الله ترن علينا في الايام الجايه في حلقات تانية وتقول لنا يا قناه صحه وجمال يا شفت منام يا ابو يحيى تعبيرك وقع وربنا فك الكرب عني وربنا سبحانه وتعالى فرجها عني والخير جالي. ابشري بالخير، بس ادعي جامد قوي قوي، ادعي الله اكبر لا اله الا الله، وعليك بالقرآن الكريم، وعليك بالصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد ابن عبد الله. المنام فسر بعضه، عبر بعضه، في فرج في زوال كرب، والله أعلى وأعلم. أبشري بالخير.